السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce cours dans lequel j'explique la langue française selon ce manuel qui est le français pratique de la langue française pour les élèves de la sixième année primaire. Donc, nous sommes arrivés à la page 20. Commençons. Iden, l'inabda. Iden, commençons. Nous avons en haut de la page 20, conjugaison, عندنا, conjugaison, le présent de l'indicatif, zaman al-mudari ou al-hadir. Les objectifs de cette leçon, conjuguer correctement les verbes au présent de l'indicatif, l'hadaf min hadha ad-dars. هو نصرفه بطريقة صحيحة في البريزون دو لانديكاتيف جوستيفيي لومبلوا دو بريزون دو لانديكاتيف دون ان ريسي ونبرروا علاش تنستعملوا الاستعمال ديال البريزون دو لانديكاتيف عندنا ان سيبور يعني واحد الدعامة لا ميزوبوتامي لا ميزوبوتامي فو دير اون غريك او ميليو دي فلوف تتعني لنا وسط بين النهرين بين الانهار سونو ديزين اون انسيان ريجيون دو موان اوريون situé entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, c'est là que se développent certaines des premières civilisations. L'ancienne Mésopotamie se situe dans l'Irak d'aujourd'hui. La plus ancienne civilisation connue s'est développée dans la région de Sumer. Dans le sud de la Mésopotamie, vers 4000 avant Jésus-Christ, des hommes s'y établissent, car la terre était propice aux cultures. Comme il pleuvait peu, ils construisent des systèmes d'irrigation. Des systèmes d'irrigation pour amener l'eau des rivières dans les champs. Les premiers villages apparaissent vers 3500 avant Jésus-Christ. Par nécessité sumérienne, figurent Kish, Uruk, Ur et Lagash vers 3000 avant Jésus-Christ. Le Jésus-Christ. Idem, taqilu ila, là c'est la nas, machin nas dial qira, machin nas dial la lecture. On va répondre aux questions. إذا عند لي كيسيون الاولانيين جوب سيرف اي جو ديكور انت تكتب جوب سيرف اي جو ديكور كاين اولا سولين لي فيرب كونجوغي دون لو تيكس قال لك راني سطر على الافعال المصرفه في النص اذا راني سطرت عليهم كاتب لينا اول الفيرب هو فو فولوار تسطر عليه سطر كذلك في السطر الاول ديزين ديزين تسطروا عليها لانه هو لو فيرب ديالو ديزيني السطر الثالث تسطروا على سو ديفلوب اللي فيه او ان تي في الاخر كذلك السطر الرابع سو سيتو وهكذا تاع كيف درت انا غادي تسطروا على جميع الافعال سي ديفلوبي سي سي تابليس اي تي لو فيرب اتر ان امبارفي اي بلوفي بلوفوا اي كونسترويز يعني بانوا اباريس يعني ظهرت اي فيغور يعني تتبان اذا نقراو الاسئله ونجاوبوا السؤال الاول جو سولين احنا جاوبنا عليه في التكست سطرنا عليه في التكست الا بغيت نقلوا التكست سطروا على دوك الافعال اذا السؤال الثاني جو كوش لا بون ريبونس لا بلوبار دي فيرب سون كونجوغي قال لك ملي سطرنا على هاد الافعال كلهما قال لك اغلبيه الافعال واش مصرفين في لامبارفي ا لامبارفي او او بريزون دو لانديكاتيف ولا او باسي كومبوزي تنحسبوهم تلقاو بان الاغلبيه مصرفين في البريزون دو لانديكاتيف إذا كاين نعاودو نرجعو كاين فو في البريزون كاين كذلك ديزين في البريزون سو ديفلوب في البريزون سو سيتي في البريزون هادي سي ديفلوبي في الباسي كومبوزي سي يتابليس في البريزون إتي في لامبارفي إذا تلاحظو أباريس في البريزون هادي فيغور في البريزون إذا أغلبية كاينة في البريزون دو لانديكاتيف وي تسطرو نتوما سميتو ديرو تكوشيو بريزون دو لانديكاتيف غادي نوريكم كيفاش تكتبو السؤال الثالث Pour quelle raison l'auteur a-t-il utilisé ce temps? Pour quelle raison l'auteur a-t-il utilisé ce temps à l'âge Stamel? Stamel pour décrire l'ancienne, l'ancienne pour décrire
لونسيان ميزوبوطامي يعني الحضاره ما بين النهرين، ولا بوغ ابورتي دي زيفينمون هيستوريك باش ينقل لنا احداث تاريخيه. اذا الاجابه ديالكم غادي تكون على الطريقه التاليه، انتبهوا هادشي اللي في الورقه ولا غادي تكتبوا، مي تكتب لو بريزون دو لانديكاتيف على الصفحه، جوبسيرف اي جو ديكوفر يعني الاحظ واكتشف. السؤال الاول بغيت تكتب جو سولين لي فارب كونجي دون لو تيكست، راه سطرنا عليهم. السؤال الثاني جو كونس لا بون ريبونس، بغيت تكتب لا بلوبار دي فيرب سون كونجوغي، تكتب ا ان امبارفي، بي او بريزون، وهادي او بريزون دو لانديكاتيف هي اللي بغيت تكونشيها هي اللي صحيحه، او باسي كومبوزي ما دير فيها والو، هي في لامبارفي. ننتقلوا للسؤال الثالث، لا ريزون بور لاكيل لوتور ا ايتيليزي، بغيت تكتب لا ريزون يعني السبب الذي جعل الكاتب يستعمل هذاك لو طون ديال بريزون. La raison pour laquelle l'auteur a utilisé ce ton est le présent de l'indicatif. Mais c'est pour décrire l'ancien Mésopotamie. Mais pour rapporter des événements. Parce qu'il y a une date tarikhia. Et maintenant, nous avons dit que c'est je manipule et je réfléchis. C'est un peu ou fkir. Et maintenant, nous avons un tableau. Nous avons dit complète à partir du texte le tableau suivant. يعني اكمل الجدول من خلال النص. complète à partir du texte le tableau. كاتبين لنا لي فيرب كونجوغي او بريزون، يعني الافعال فقط بتكتب هنا في هذا الخانه فقط الافعال اللي مصرفين في البريزون. هذوك الاخرين في لامبارفي او باسي كومبوزي ما بديرهمش، وبتحول هذوك الافعال بتحولهم لفيرب ان انفينيتيف، وتكتب الجروب جروب برومي جروب لا دوزيام جروب لا ثوازيام جروب، وتكتب الغاديكال لو فيرب يعني لا بارتي دو فيرب كي نو شونج با، يعني الجزء من الفعل الذي لا يتغير، ثم بعد ذلك بتكتب التيرميزون باش انتهى الفعل. اذا في الخانه الاولى عندنا لي فيرب كونجوغي، كتبوا لنا هما ديزين اي سو ديفلوب باش نعرف انسو بهم. اذا تنكتبوا لو فيرب ان انفينيتيف، لو فيرب ديال ديزين دي هو ديزيني تزيدها ار يعني دي او ار في الاخر، لو جروب ديالو هو البرومي جروب، لو راديكال دو فيرب يعني لا بارتي تنحيدو لا تيرمينيزون، لا تيرمينيزون باش ينتهي ب او، وداك الشيء اللي بقى تيسمى لو راديكال دو فيرب. شنو هو لو راديكال دو فيرب؟ الراديكال يعني الجذر ديال الفيرب هو لا بارتي كي نو شونج با دو فيرب، الجزء اللي ما تيتغيرش اللي تيبقى من الفيرب وما تيتشونجاش هو هذاك، وتنحيدو تيرمينيزون. الا كان عندنا فيرب كونجوغي تنحيدو تيرمينيزون، وداك الشيء الاخر تيبقى هو الغاديكال. اذا كذلك هنا سو ديفلوب ب او ان تي، لو فيرب هو سو ديفلوبي، سو ديفلوبي، وتكتب برومي جروب وتكتبو الغاديكال سو ديفلوب دو بي، والتيرمينيزون هي او ان تي. بالنسبه للفيرب الثالث اللي كاين في التكست هو ايتابليس، انا حاول نختار لكم برومي جروب دوزيام جروب ثوازيام جروب. اذا ايتابليس ب او ان تي، لو فيرب ان انفينيتيف ايتابليغ ب اي ار، وتكتبوا هنا دوزيام جروب، وتكتبوا الغاديكال ديالو يعني الجذر ديالو ايتابليس دوز اس، وتكتبوا في التيرمينيزون او ان تي. هنا بلوفيز هنا راه اي تي ماشي او اي تي، اي تي. Ou le verbe va pleuvoir, yani saq, yani pleuvoir, yani amtara ou amtar. Troisième groupe, yani hit machi premier groupe, machi deuxième groupe, et dans troisième groupe. Ou t'ktebou pleuve, ou t'ktebou a été, il y a un nom conjugué en l'imparfait. Le terminaison en l'imparfait, il y a, ma troisième personne du singulier, il y a a été. Et dans d'akchi le bqa, wa le radical. Kadali kana, construise, le ent, ou t'ktebou construire, R E في الاخر، وتكتبوا ثوازيام جروب، وتكتبوا كونستخويس، وتكتبوا او ان او ان تي. اذا الغاديكال هو كونستخويس، وهنا او ان تي هي التيرمينيزون. ننتقلوا للسؤال الثاني، كيل كونستات بو تي فير او نيفو دو لا فورماسيون دو بريزون دو لانديكاتيف، قال لك شنو هي الاستنتاجات ولا الملاحظه ديالك اللي تقدر ديرها حول تصرف الفعل في البريزون دو لانديكاتيف. اذا اش كتبت انا، غادي نوريكم اش كتبت انا، يعني الملاحظات ديالنا ملي درنا هذا الدرس. تنقولوا هنا تتجاوب بالطريقه اللي كتبتها انا، جو مانيبول اي جو ريفليشي. السؤال هو جو كومبليت ا بارتير دو تيكست لو تابلو، تابلو راه درنا تنقلو في الدفتر ديالك، وتكتب لي كونستا كو جو بو فير او نيفو دو لا فورماسيون دو بريزون دو لانديكاتيف، يعني الملاحظات ديالي سون، يعني الملاحظات ديالي هي هنا، يعني تزيدوا واحد جوج نقاط
إذن هنا شفت النقاط وتكتبوا لي تيرمينيزون شونج سولون لو غروب دو فيرب، يعني لي تيرمينيزون تتغير حسب يعني الغروب ديال الفيرب على حسب سميتو صنف الفعل ثم المجموعه تاع الفعل الغروب ديال الفيرب والمجموعه ديالو ثم لو راديكال كذلك الراديكال شونج الراديكال شونج سولون لو طون اي سولون لا بيرسون حتى يتغير حسب فاش مصرف واش مع الضمير ديال الغائب واحد ولا ديال الجامع ولا ديال كذا ولا ديال المتكلمون. اذا لو راديكال او سي شونج سولون لو طون اي لا بيرسون. اي غادي نديرو جو روتيان جو كومبليت با. غادي نشوفو السؤال اللي عندنا جو روتيان ها هو باش نكملو هاد الصفحه 20. اذا كتبين لينا كومبليت با يعني بغينا نكملو بهاد الكلمات لو غروب ان في باسي او مومون. اذا le présent de l'indicatif exprime un fait قالك بالنسبه للبريزون يعني تي 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 تعبر لنا على شي حدث ان في او اون اكسيون عن واحد الفعل كي سو ديغول يعني يجري او مومون باش تكتبوا هنا او مومون يجري او نو زيكسبريمو الفتره يعني الوقت الذي نتحدث فيه. مي اون بو لوتيليزي بور راكونتي ان في باسيو يمكننا نستعملو واخا بينا نهضروا على شي حاجه في الماضي اون بو يوتيليزي لو بريزون. واخا بينا نهضروا على شي حاجه داز في الماضي تنقدروا نستعملوا ان في باسي نقدروا نستعملوا لو بريزون دو لانديكاتيف او بور اكسبريمي اون فيريتي سيانتيفيك و ان في ابيتويل ولا بعض المرات نهضروا على شي حقيقه علميه مثلا كنت نقولوا لو سولاي تورن اوتور سميتو لا تير تورن اوتور دو سولاي يعني الارض تدور حول الشمس هكذا. المهم شي حاجه عادي تدار دائما ان في ابيتويل مثلا جو سور شاك جور مثلا جو سور ا 8 اور انت تنقول دائما تخرج مع 8 جو مونج مثلا مو غوبا ا 8 اور دائما تتعاود تديرها. اذا نكتبوا هادو هما لي تيرمينيزون اللي عندكم نكملوا لي تيرمينيزون فاري سولون لو غروب اوكيل ا بارتي لو فيرب. اذا هنا بغيت تكتبوا لو غروب يعني التيرمينيزون باش ينتهي الفعل يعني تيتغير حسب مجموعه الفعل الذي ينتمي إليه الفعل. وهكذا نكون أنهينا الصفحة 20 ننتقل إلى الصفحة 21. On a donc en haut de la page 21 عندنا في الصفحة 21 في الأعلى je m'entraîne lis le texte suivant et réponds aux questions. قال لك قرا هذا النص وأجيب على الأسئلة. غنقرا بسرعة le peuple de la Mésopotamie est composé des artisans. يعني قال لك الشعب ديال حضارة ما بين النهرين مكون من لي زارتيزون يعني الصناع دي كوميرسون تجار دي سولدا اي دي بيزون الفلاحون. توت سي بيرسون سون إليتخي يعني كاع هاد الأشخاص يعني أميون يعني ما تيعرفوش كيتب نو ساف با ليغ ما تيعرفوش يقراو اي فورم لا ماجوريتي دو لا بوبيلاسيون يعني و تيكونو لينا أغلبية ديال المجتمع يعني الساكنة. لي زارتيزون فابريك لي زوبجي نيسيسار يعني الصناع تصنعوا الحاجات الأساسية يعني الأدوات الأساسية نيسيسيغ على في كوتيديان الحياة اليومية. لي كوميرسون بوغ لو تور لو بار ا فوند دي برودوي او مارشي و التجار تيبيعو فوند دي برودوي او مارشي اي امبوغ دي روسورس ناتوريل و تيجلبو موارد طبيعية. ايفيدامون كذا طبيعيا دي سولدا لي سولدا دي فوند لو تيريتوار يعني جنود يدافعون عن الأرض يعني الوطن ولا الأرض اي فون لا غير على ليترونجي و تيديرو الحروب خارج في الخارج. فينالمون يعني اخيرا لي بيزون يعني الفلاحون سوكوب دو لاليمونتاسيون دو لا بوبيلاسيون يعني الفلاحون يهتمون بالتغذية ديال الشعب اون كولتيفون لي شون يعني و يتفلحون الحقول يا اون ايلفون لو بيطاي و تيربيو يعني المواشي. دو كيل ايفينمون بار لو دوكيمون اذا بغيت تكتب نتا Le document parle des activités du peuple de la Mésopotamie. Cet événement date-t-il d'aujourd'hui? L'événement date d'aujourd'hui? Non, cet événement ne date pas d'aujourd'hui. Je m'entraîne. Le document parle des activités du peuple de la Mésopotamie. يتحدث باغ ديزاكتيفيتي يعني الانشطه ديال الشعب ديال حضاره ما بين النهرين. لو دوكيمون باغ ديزاكتيفيتي دو بوبل دو لا ميزوبوتامي. والسؤال الثاني بغيت تكتب نو سيت ايفينمون نو دات با دو جوردوي هذا الحدث يعني
ليس حدث اليوم. وبننتقل للسؤال السي تيقول لك جو سولين لي فيرب كونجيغي او بريزون دو لانديكاتيف وبتستر ليه على الافعال المصرفه في البريزون دو لانديكاتيف. كيف تيبان لكم الصوره يعني هنا في الشاشه ديالكم؟ البرومييي فيرب هو سون يعني لو فيرب اتر كونجيغي او بريزون. Ne savent, ni savoir, savoir conjugué au présent. Tu m'as formé, forme. Tu m'as cadélique, startel, fabrique, avec un tel verbe, fabriquer. Cadélique, maintenant, vendre, vendre. Et importer, importe. Tu m'as cadélique, startel, mais l'akhir. Défendre, fond. Et fond, s'occupe. Hadi houma l'af'al moustarafa. في البريزون ديال الانديكاتيف. وبنتقلوا الى جو مي فالو. اذا عندنا كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او بريزون ديال الانديكاتيف. لا ميزوبوتامي روغروب ديرنا لو فيرب روغروبي في او ار. انت بدير لا ميزوبوتامي روغروب حيد ار واكتب هنا روغروب. بليزيور فيل كون ابيل هنا كاتبين ابيلي لو فيرب ابيلي بتكتب انت هنا في النقاط appel avec deux L, deux P deux L, ماشي P وحده ماشي L وحده, deux P deux L. Qu'on appelle cité état, c'est-à-dire des villes qui détiennent, كاتبين détenir, كاتبين détiennent, deux N E N T, les mêmes pouvoirs qu'un pays actuel. Elle est en mesure de prendre toutes ses décisions de façon indépendante par rapport aux autres territoires. En d'autres mots, une cité état possède. Quand vous voyez le verbe posséder, il y a un talik. Il y a le Medina, le Hukuma, ou là, le Medina, le Hukuma, il possède, il y a un talik, son propre gouvernement. Il y a un Hukuma, il y a un Khaassa. Il y a un posséder, il y a un posséder, il y a un conjugué, il y a un possède. Son propre gouvernement, ses propres lois, il y a un Khaassa, il y a un Khaassa. Et ses propres institutions, c'est cette idée-là, le khassa. Par contre, le mode de gouvernance, peut, pouvoir, là, on a le verbe pouvoir, peut, E-U-T, grandement changer d'une cité à une autre. Même si les cités états mésopotamiennes, كاتبين لي فيغ افواغ بيكتبو اون. علاش؟ حيت كاين هنا لو بلوريال لي سيتي ايطا اون دي مود دو فونكسيونمون ديفيرون. كاتب ليك اون يغوتخوف اون يغوتخوف سوفون اون غوتخوف سوفون. اكتب اون يغوتخوف هنا اوف اوف لاخر غوتخوف سوفون دي انستيتيسيون دي انفراستركتور دي انفراستركتور يعني بنية تحتية دي انفراستركتور سومبلابل يعني مشابهة. باغ اكزومبل لو شيف يعني القائد ابيت كتبين ابيتي كتب نتا ابيت ب او ابيت جينيرالمون دون ان بالي كي اونتوري دو فورتيفيكاسيون يعني محاط باسوار كذا. اذا هكذا نكون انجزنا صفحه 21. اذا نلتقي ان شاء الله تعالى في فيديو قادم ان شاء الله تعالى. ادعمونا بالاشتراك وانشروا الفيديو مع اصدقائكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتي من قناة ألواح سيجما. السلام عليكم.